السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نفوزوا على المنتخب كندا بجوج ان شاء الله لزيرو، وان شاء الله غادي المغرب ان شاء الله الا فزنا اليوم غادي نطالبوا بكاس العالم. علاش ان شاء الله ما غاديش نديو كاس العالم الا فزنا اليوم؟ غنوليو نطالبوا المنتخب المغربي باش غيجيب لنا ان شاء الله كاس العالم، وان شاء الله مغربنا شرفنا وغادي يشرف العرب. ما وماشي مشكل مشات السعوديه ومشات تونس، راه باقي واحد الفريق اللي عربي اللي غادي يمثل العرب كامل، وان شاء الله راه المغرب قوي وعنده لعابه اللي قوى وعنده مدرب ان شاء الله اللي عنده تاكتيك، اللي مدرب بكل صراحه اللي موالف تيلعب على هاد النقط بحال هاد النقاط هادو بحال هاد ديال 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 باش يمشي للفينال باش يمشي يتاهل، يعني موالف الركراكي باش يلعب كما قال السير الركراكي. قال لك بان المغرب دابا راه لعب الفينال، قال لك ماشي غنلعبوا مع كندا غنلعبوا الفينال، وان شاء الله غادي يربحوا عاش الملك، وان شاء الله غادي نشرفوا العالم كامل وغنديو كاس العالم. وتحياتي يونس بن ملال والله يحفظكم. جوج زيرو ان شاء الله مربوحه بالتوفيق للمنتخب الوطني ديالنا. كيجوك اللعابه واعرين، الماتش ديال بلجيكا داز واعر وان شاء الله يفرحونا اليوم. وليد الركراكي غني عن التعريف بطبيعه الحال، انا من المشجعه ديالو من نادي الوداد وديما وداد. انا يعني وليد دوزنا معاه البطوله والعصبه ودوزنا معاه موسم حصاد الوداد، وفرحنا فاش داز كناخب وطني، فرحنا بزاف وتوقعنا منه انه غادي يعطينا نتائج كبيره، والحمد لله كان على حسن الظن ديالنا كوداديين هذه اولا. ووالد تبارك الله عليه ذكي وخطه تكتيكيه رائعه ان شاء الله، ومن هذا الشيء كامل هو انه مغربي، شاب مغربي، ويعني حسن لنا من المدربين الاجانب وحمر لنا الوجه ديالنا، هذا هو المهم. خويا ان شاء الله بربوحه غادي نربحوا بجوج لواحد، هما غادي يضربونا البيت الاول غيضربوه هما الكنديين، ولكن حنا غندير لهم ديك الدقه ديال النادي الكندي. الدوزيام ميطا غادي نربحوهم بجوج لواحد ان شاء الله. زوين عندك النادي الكندي. هما دابا النادي الكندي كيقولوا على كندا، ولكن اليوم غيقولوا على المغرب ان شاء الله. اللعابه خويا داروا جهدهم وفوق جهدهم وتقاتلوا في الماتش ديال بلجيكا، وكان احسن فريق دوزناه من 98 ما دارش شي فرقه بحال هذه الفرقه اللي دازت لي في هذا المنتخب ديال قطر. وبالنسبه للمدرب وليد الركراكي، الركراكي من احسن المدربين ومن احسن الاطر التقنيه اللي كاينه في المغرب، وتيموت على بلادو واخا هو كبر على برا، تيموت على القميص الوطني وتيحفز اللاعبين انهم يموتوا على القميص الوطني، ووحدهم وجعلهم واحد الفرقه ديال السبوعه بصح. ديال سبوعه 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 ديما سبوعه وديما مغرب ومربوحه ان شاء الله. السلام عليكم، ابراهيم جديد صحفي مدينه الدار البيضاء. بالنسبه لمونديال قطر تنبغي نوجه واحد رساله شكر للامير ديال قطر والقطريين واللجنه المنظمه على هذا المونديال الرائع، المونديال الاستثنائي اللي ربما ما غاديش يكون حتى شي واحد بحاله. فهذا المونديال هذا اللي عرى النفاق ديال الغربيين وديال الغرب بصفه عامه، بحيث ان الا ما كناش بحالهم، الا ما تبعناش المذاهب ديالهم، فما غاديش يرضوا علينا كما قال الله سبحانه وتعالى، ولا ترضى على اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ما تبعناهمش. فبالتالي داروا علينا واحد الحركات، واحد الحرب اعلاميه، شفنا البي بي سي لاول مره في التاريخ ديالها ما تتغطيش الافتتاح ديال البطوله عالميه. فهما كانوا تيقولوا لنا بان السياسه والكره ما تيجتمعوش، فبالتالي فهما اول من يجمع ما بين السياسه ما بين الدين ما بين المعتقدات. بالنسبه واحد المسألة مهمة هي خصنا تغيير العقليات بالنسبة للعرب، فما يمكنش أننا في أي مرة غادي نبقاو غير نلعبوا على الخروج بشرف، أننا إلى غلبنا فرقة كبيرة كما وقع للسعودية كما وقع لتونس كما هادشي، هذا راه خصنا نغيروه، خصنا نلعبوا على الربح، خصنا نلعبوا على أننا نكون متفوقين، على أننا نبينوا بأن العرب وبأن المسلمين عندهم وعندهم هذه الطاقات، وممكن انهم نحيدوا الخوف. ربما حنايا الطريق
الطريق ديالنا نحو النجاح هو اننا نحيدوا الخوف. بالنسبه لوليد الركراكي تنقولوا برافو لحد الساعه، تنتمناو اننا نزيدوا القدام مع وليد الركراكي، بغينا اننا ندوزوا لما لا النهايه ولما الفوز. كما قلت ما خصناش غادي نبقى نقولوا الخروج بشرف، الخروج بشرف ماشي من السمات ديالنا، خصنا نخرجوا، خصنا نجيبوا البطوله. حنا عندنا ايكيب ما نقص، عندنا 11 في 11 غادي نربحوا، الامكانيات اللي عندهم عندنا. فبالتالي شكرا للسي وليد انك حركتي الوطنيه في عند المغاربه كاملين، وشكرا انك قتي هذا المنتخب، وهذا منتوج مغربي باراده ملكيه. فنعرفوا بان جلاله الملك دار واحد السياسه ملكيه النهوض بالرياضه، وكان على راسها سي القجع اللي تنتمناو له كل التوفيق. فشفنا واحد النهضه كرويه، نهضه رياضيه، كان عندنا منشات، كان عندنا مراكز ومعاهد للتكوين. فهادشي بغينا نزيدوا به القدام، ما نحبسوش اننا هذا المونديال يكون واحد الانطلاقه نحو التفوق. وشكرا.